كما نشتكي سوء استقبال الأجهزة الأمنية للمسافرين بالمنفذ البري السلوم وعدم احترامهم واستقبالهم لنا بألفاظ سوقية ورمي للجوازات السفر التي تحمل الهوية الليبية ولها الحصانة الدولية، رغم إن أغلب وجل المسافرين من المرضى وكبار السن المحتاجين للعلاج والرعاية، خاصة من تربطهم روابط النسب والمصاهرة بإخوتنا في دولة مصر. ومن يعترض على هذه المعاملة من المسافرين يكون مصيره السجن أو الحبس، علما بأنه لا يوجد أي نوع من الخدمات التي تسهل للسفر ومعاناة للمسافرين من مقاعد ودورات للمياه وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المريض وكبير السن. كما نشتكي بتأخير الإجراءات المتعمدة بدون وجه حق لغرض التعطيل المسافرين وابتزازهم من دخول السيارات الإسعاف ومن يتسبب في معاناة المرضى.